بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل الموضوع بتاع داتا تايبس اند فاريبلز. هنتكلم عن شويه مواضيع مرتبطه باللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. اول حاجه، في حاجه اسمها كونست كواليفاير. ايه الكونست كواليفاير ده؟ الفكره ان في فاريبلز بنحتاجها لما نعرفها ما نغيرش القيم بتاعتها ابدا تاني، ونجارنتي ان مفيش اي حد يقدر يغيرها. لو هي بالمنظر ده بنسميها كونست، كون اختصار لكونستانت اللي هو ثابت. مثلا كونست دبل باي 3.1416، معروف ان الباي ده كونستانت محدد. فافرض انك انت عايز تعرفه في برنامجك، عايز تعرفه وما تسمحش لحد انه يغيره. لو عايز تعمل كده بتحط قبل التعريف كلمه كونست. ممكن التعريف ده يبقى قيمه ثابته كده محدده، وممكن يبقى فانكشن كول معين. يعني مثلا هنادي سكوير روت 29، ده فانكشن هنتعرف عليها بعدين قدام اكتر. هتحسب سكوير روت 29 وتحسب الفاليو بتاعته هنا. وممكن يبقى عباره عن ماث اوبريشن لحاجات ويل ديفايند برضو قبل كده، بس بمجرد بان الكونست ده انيشاليز ما حدش يغيره مره تانية ابدا. طيب هل انفع اعمل بعد كده سكوير روت مثلا 29 واحط فيه قيمه؟ لا غلط. ليه؟ ده كونست مش من حقك تغيره. طب هل ممكن اعرفه من غير ما احط له قيمه؟ غلط، لازم تانيشاليز. ده الكونست كواليفاير. في شويه بيلت ان كونستانتس متعرفين ليك بالفعل. الهاش انكلود بتاع السي ليميتس موجود فيه مثلا مثلا اكبر رقم للماكسيمم اللي هو الانت ماكس، اكبر رقم مثلا للانسايند لونج لونج. لو عرضت القيمه دي هيطلع لك القيمه دي. ايه القيمه دي؟ القيمه دي ما ينفعش تحاول تخزن في انسايند لونج لونج اكبر منها. مثلا اللونج لونج من دي اصغر قيمه تتحط في اللونج لونج، ما ينفعش تحط قيمه اصغر منها. السي ماث في شويه ليميتس تانيين، زي مثلا ام اندرسكور اي، ده هو اللي هو الاي ناتشرال لامب، والام اندرسكور لوج 2 اي ده اللوج بتاعه، ام اندرسكور باي ده الباي متعرف، ام اندرسكور سكوير روت 2 سكوير روت 2 متعرف. في شويه حاجات تانيين بيبدا بام اندرسكور، جرب تكتب ام اندرسكور وبعد كده كنترول سبيس هيجيب لك الليسته دي. الكلام ده متعرف فين؟ في السي ماث هاش انكلود. طيب احنا شفنا بصوره كده انفورمال الاريثماتيك اوبريتورز، اللي هو يعني تعمل اوبريشن على ارقام، تجمع رقمين تطرح رقمين وهكذا. هو اكشلي في اوبريتورز محددين. اول حاجه لازم تعرفها ان في حاجه اسمها يونري اوبريتور وباينري اوبريتور. يونري يعني واحد، باينري يعني اثنين. لما اعمل كده سي اوت ناقص سبعه، فكده الناقص دي اسمها يونري اوبريتور لانها مش محتاجه غير رقم واحد بس. طب لو قلت 10 زائد 2 زائد ده كده باينري محتاجه رقمين. طب 10 ناقص 2 ده باينري محتاجه رقمين. الناقص دي باينري اوبريتور والناقص دي يونري اوبريتور. طيب 10 ناقص 2 ناقص 2 دي هتتحسب الاول باليونري، وبعد كده يبقى 10 ناقص قالت لها ب 12. 10 ناقص ناقص اللي هو 3 ناقص يبقى بناقص بايه؟ ب 8. 10 في 2 ده اوبريتور عندنا تاني، الضرب ب 20. 10 على 2 ب 5. طيب نخلي بالنا بقى، الانتجر ديفيجن ده اللي هو انتجر على انتجر بيجنور الفراكشنال بارت. يعني مثلا لو احنا قلنا 13 على 4 ده انتجر على انتجر، فالاوبريشن كلها هتعمل في انتجر والريزلت انتجر، فالمحصله هتبقى 3 مش 3 وربع. خلاص يبقى الانتجر ديفيجن بتجنور الفراكشن. طب لو انت قلت 13.0 هيعتبر دي كلها بتحصل في دبل، والريزلت هتبقى دبل، فالمحصله 3 وربع مش 3 ايه مش 3 دي 3 مش 13. طيب في اوبريتور تاني مهم جدا وتريكي اللي هو المودلس اوبريتور، ده المود. لما اقول 13 مود 4 ده بواحد، ليه؟ ال 13 دي عباره عن 4 في 3 زائد 1. طب هل ينفع اخليها 5 في 3؟ لا، 5 في 3 في 15 اكبر من ايه؟ 13. فلما اقول 13 في 4 ده كانك عايز تجيب اكبر رقم ينفع يتضرب في 4. اكبر رقم ينفع يتضرب هو مين هنا؟ 4، الباقي 1. الباقي ده هو المودلس. مثلا 17 مود 3 ب 2، لان ال 17 عباره عن 3 في 5 زائد 2، فده هو الايه؟ الباقي. طب 10 مود ال 2 بصفر. يعني ايه 10 مود 2 بصفر؟ يعني ال 10 تقبل الاسم على الاثنين من غير ما يتبقى ريميندر. خلاص كده؟ طيب هل ينفع اعمل 13.0 مود 4؟ لا، ده يدي كومبايل ايرور. يعني ايه كومبايل ايرور؟ يعني البرنامج مش هيسمح ليك ان هو يكومبايل، مش هيسمح ليك انه يجنريت اكس اي. طب ليه؟ المودلس متعرف على الانتجرز مش متعرف على الايه؟ الدبل. طب هل ينفع اعمل صفر مود صفر؟ ينفع. دي كانت على صفر. صفر على صفر وصفر مود صفر ينفع. بس ده بنسميه ران تايم ايرور. دي فرصه كويسه نعرف الفرق ما بين الاثنين. الكومبايل ايرور ده ايرور
بيظهر في الكود نفسه قبل ما يجنريت اي اكس اي، فبيمنعك اساسا انك تجنريته، فبتاخد بالك منه، وبالتالي دي حاجه كويسه جدا. الران تايم ايرور يعني لما هتدبل كليك على الاي اكس اي او المقابل ليه في اللينكس، انك انت ترن الفايل الاوبجكت فايل الاكسكيوتبل فايل، البرنامج هيشتغل. اول ما هيجي عند السطر ده البرنامج هيكراش. يعني ايه هيكراش؟ يعني هيقف عند اللحظه دي ويترمينيت، او يحصل مشكله او يهنج او اي حاجه. ايه اللي حصل؟ في مشكله حصلت ديورنج الاكسكيوشن بتاع البرنامج، خلاص صفر مت صفر او صفر على صفر مش ديفاين، وبالتالي لما تيجي تكتب برنامج لازم تاخد بالك منه ان مش هيصل للمرحله اللي جنريت بيها ران تايم ايه ايرور. طيب في حاجه احنا خدنا قبل كده الموضوع بتاع التايب كونفرجن، ولما احنا كده للاوبريشنز المره دي هنتكلم عليها بصوره اوضح. السي بلس بلس اوبريتورز لما بتيجي تشتغل بتشتغل على حاجه من نفس النوع بس. يعني لو جيت تجمع مثلا دبل على انتجر لازم يحول واحد فيهم لنوع تاني، بحيث ان في الاخر الاوبرنز يبقى بتشتغل على نفس النوع. فبيحصل حاجه اسمها بروموشن. بروموشن يعني ايه؟ بياخد نوع صغير يطلعه للنوع الكبير. طيب الشورت والكاركتر، افرض عمال جمعت شورت على شورت او كاركتر على كاركتر، الشورت هيبرموت دايركت للانتجر بغض النظر عن اي حاجه دايما. يعني اقصد ايه دايما هنا؟ اقصد لو انت بتجمع اتنين شورت فهما نفس التايب اهو، مع ذلك يحصل بروموشن. لو بتضرب اتنين كاركتر في بعض برضه يحصل لهم بروموشن حتى لو هما نفس النوع. غير كده بيحصل دايما بروموشن من نوع للتاني. طب بيحصل بروموشن بناء على ايه؟ الصغير بيترقى للكبير. طب انهي ترتيب؟ بالترتيب ده: لونج دبل دبل فلوت انسايند لونج 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 انسايند انتجر انتجر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الاوبريشنز اللي انت بتعملها فيها حاجه لونج دبل كلهم يتحولوا لونج دبل. طب ما فيش لونج دبل؟ لو فيهم حد دبل كلهم يتحولوا لدبل. طب لو فيهم حد فلوت كلهم يتحولوا لفلوت، وهكذا. ده هنا اكزامبل بسيط، انا عرفت الانواع بتوعي اللي هم السبعه هنا اهو من الكبير للصغير عرفتهم. لو ده ظهر كله يتحول لده، لو ده ظهر كله يتحول لده، طب ده ما ظهرش وده ظهر كله يتحول لده. فمثلا هنا انا لما جيت عرفت الرقم اديته كده في الاول بريفكس بيعبر عن النوع، اللي دي لونج دبل دي دبل انسايند لونج لونج يو ال ال وهكذا. هنا لما هاجي اجمع رقم لونج دبل على دبل هلاقي ان اللونج دبل ظهر، فالدبل نمبر ده هيتحول او هيتبرموت للونج دبل، يبقى الريزلت هنا بنوعها ايه؟ لونج دبل. طب مثلا فلوت ناقص دبل نمبر، يبقى الفلوت ده هيتحول لمين؟ لدبل نمبر، وهكذا. شوف في الليسته دي بالترتيب ده اللي موجود الدنيا هتتحول له. خلاص؟ مثلا اي نمبر زائد لونج 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 نمبر، لونج لونج ده اكبر، يبقى اي نمبر يتحول للونج لونج. خلاص؟ خلي بالك بقى من التركه اللي تحت دي. افرض دلوقتي عندك يو اي نمبر ناقص اي نمبر، طيب اليو اي ده اللي هو انسايند انتجر وده انتجر، يبقى الانتجر هيتحول لانسايند انتجر. طب اليو اي ده بكام؟ يو اي نمبر ده ب 30، واي نمبر ده بكام؟ ب 10. 30 ناقص 10 ب 20. الريزلت هتطلع في انسايند انتجر و20 ينفع تحط في انسايند انتجر. اعكس بقى الاي نمبر ناقص اليو اي، طبعا الاي هيتحول. بعد كده 10 ناقص 30 بناقص 20، الناقص 20 دي هتروح عشان تتحط في انسايند انتجر، فهتلاقي القيمه اللي هنا مش ناقص 20 طالعه لانها هتتعرض كرقم نيجاتيف، والانسايند انتجر مش بيشيل نيجاتيف. خلاص؟ فخلي بالك من البروموشن اللي بيحصل من حاجات للانسايند لونج لونج والكونفرجن بتاعتها. الشورت والكاركتر زي ما انا قلت دايما بيتبرموتوا لانتجر لو هو من نفس النوع. طيب احنا هنا جبنا الماكس انت ده رقم حطينا فيه اكبر قيمه للانتجر. لما تيجي تجمع الرقمين دول، ده من نوع انتجر وده من نوع انتجر، يبقى مفيش اي بروموشن والريزلت من نوع انتجر. خلاص؟ طيب خلي بالك انتجر زائد انتجر وجايبين الماكس كده، يبقى ده هيحصل اوفر فلو، فالقيمه اللي هنا هتطلع بايظه شويه. طيب دلوقتي بقى احنا جبنا شورت وحطينا فيه القيمه دي، ده الماكس بتاع الشورت. لما نيجي نحسب الشورت زائد الشورت، لو انت مش فاهم الموضوع بتاع الدايركت بروموشن بتاع الشورت هتقول ايه؟ هتقول ان الشورت ده ماكسيمم زائد ماكسيمم، يبقى الريزلت في شورت اكبر من الليمت، الدنيا هتبوظ. الاجابه لا. ليه؟ لان الشورت دوت بيتبرموت دايما لانتجر على الاقل. يعني انت لو جمعت شورت زائد لونج لونج الشورت هيروح للونج لونج، لكن لو انت جمعت شورت على شورت ده هيتحول لانتجر وده هيتحول لانتجر والريزلت هتتجمع في انتجر. فلما تجمع شورت زائد شورت مش هيحصل اوفر ايه فلو ولا حاجه. نفس الكلام لو عملت الكلام مع الماكس تشار. خلاص؟ طيب احنا برضو شفنا الاساينمنت اوبريتور
المره دي نتكلم عنه بصوره اوضح اكتر. لما بنقول انتجر اكس بيساوي 2 ده ايكوال اوبريتور، وده برضو ايكوال اوبريتور. اللي هنا ده بنسميه ديكلاريشن. قلنا بنعرفه ازاي؟ بنلاقي التايب بيحصل معاه والقيمه دي انيشاليزيشن ليه. طب افرض بقى انت شفت ايكوال تاني بس مفيش تايب بقى خلاص، ده بنسميه اساينمنت، وبنقول ان القيمه اللي في اليمين دي هتتاساين للشمال. يعني دلوقتي عرفنا الاكس ب 2، هقول له الاكس بيساوي اكس زائد 3، فهو هيشيل الاكس دي يحط 2، 2 زائد 3 ب 5. او مثلا اكس بيساوي 2 في اكس في اكس زائد 10، برضه ده اساينينج. يعني اوعى تتخيل دي انها ايكويشن 2 اكس سكوير ناقص اكس زائد 10 بيساوي 0، دي اساينمنت. يعني امسك الاكس اللي هي ب 5 هتبقى 2 في 5 في 5، ده كده بكام؟ ب 50 زائد 10 ب 60، فده اساينمنت مش ايه؟ مش ايكويشن. وقلنا ان في حاجه اسمها مالتيبل اساينمنتس، زي مثلا انتجر اي بيساوي 2، بي بيساوي 3، سي بيساوي 4. كده انا عرفت ده مالتيبل ديكلاريشن. واقدر اعمل برضه مالتيبل اساينمنتس، يعني اي بيساوي بي بيساوي سي بيساوي 7. خلي بالك بقى هنا احنا شايفين كذا اساينمنت. الايكوال في الاساينمنت ده رايت تو ليفت اسوشيتيفيتي، يعني ايه؟ يعني لما هيجي اساين هيبقى بيقعد يمشي من اليمين للشمال. يعني انا دلوقتي شايف A equal فانا عايز احط قيمه، اقول لك احسب اللي في اليمين عشان تعرف القيمه. جينا نحسب اليمين قال لك B equal equal، يبقى روح احسب اللي في اليمين. C equal هات 7 7 7 يبقى A و B و C بثلاث سبعات. طيب تعال نغير شويه، هنقول A بيساوي B بيساوي، يبقى روح احسب اللي في اليمين عشان نعرف القيمه. B بيساوي احسب اللي في اليمين عشان نعرف القيمه. C بيساوي 7 يبقى C بكام دلوقتي؟ ب 7. كمل الايكويشن 7 زائد 1 ب 8، يبقى البي اتحط فيه كام؟ 8. 8 زائد 1 ب 9، فيتعرض 9 8 7. في حاجه اسمها شورت كات اساينمنت اوبريتور. لو انت عايز تعمل اوبريشن سريع على نفس الرقم، زي مثلا افرض انك انت عايز تعمل تي بيساوي تي زائد 5، ممكن تختصر ده كله بالمنظر ده، تي بلس ايكوال 5. افرض مثلا عايز تعمل تي في 5، فطالما ده تي وده تي تقدر تقول على كل ده تي في ايكوال 5. ده اسمه ايه؟ شورت كات اساينمنت اوبريتور. برضه في اوبريتور تاني للتبسيط اسمه انكريمنت او ديكريمنت اوبريتور. يعني ايه؟ انت دلوقتي ممكن تعمل سي بيساوي سي بلس 1. في طريقتين تانيين ممكن تعمل بيهم نفس الحركه دي. ممكن تعمل سي بلس بلس وده اسمه بريفكس اوبريتور، ممكن تعمل بلس بلس سي ده اسمه بوست فيكس. بريفكس يعني اسف ده بوست وده بري. طيب ايه بقى الفارق ما بين الاثنين دول؟ هنعرف بالظبط. السي بلس بلس دي انترنال بتعمل حركتين، الاول هتستخدم السي ده زي ما هو في حاجه معينه وبعد كده تزوده واحد. طب والبلس بلس سي؟ هتزوده واحد وبعد كده تشتغل عليه. يعني ايه تشتغل عليه ويعني ايه تعرضه؟ تعال نشوف اكزامبل. لو انا قلت لك دلوقتي السي بيساوي واحد وقلت لك انتجر واي بيساوي سي بلس بلس، اللي هيحصل كالاتي: السي هنشتغل عليها زي ما هي، يبقى الواي بيساوي سي فالواي هيبقى فيها واحد، وبعد كده الزي هتزيد فهتبقى سي بيساوي 2. طب افرض قلت لك ادي سي بيساوي 1، زد بيساوي بلس بلس سي، هنزود السي الاول فتبقى السي ب 2، وبعدين نعمل الزد بيساوي 2 فده ب 2 وده ب 2. بالمناسبه كلمه سي بلس بلس دي ده اسم اللغه اللي احنا شغالين فيها، كان في لغه قبلها اسمها سي، فسي بلس بلس دي كانه بيزود السي يعني كانه بيحسنها خلاص. طب بالنسبه للعرض، لو قلت سي بيساوي 1 وعرضت سي وبعد كده سي بلس بلس، هيعرض السي هنا بواحد اهي، والسي برضو هنا اللي هيعرف هيشتغل عليها فيعرض واحد وبعد كده السي تبقى باتنين. طب افرض قلت له اعرض السي وبعد كده بلس بلس سي، هيعرض واحد ولما نيجي هنا هيزودها الاول فتبقى اتنين وبعد كده هيعرضها فتبقى واحد اتنين والسي تبقى باتنين. عكس الاوبريتور بتاع البلس بلس ده، في ماينس ماينس بالظبط، يعني ماينس ماينس سي ده زي سي بيساوي سي ناقص واحد. فنفس الحكايه هنا، ده هيقل في الاول وده هيقل بعدين. كده احنا خلصنا شويه مواضيع ليها علاقه بالاوبريتورز. هنتكلم في موضوع بيحتاج تفكير اعلى شويه وبيتربى مع الواحد بالخبره. لو انا دلوقتي قلت اسمه اوبريتور بريسيدنس اند اسوشيتيفيتي، هنعرف يعني ايه؟ لو انا قلت اعرض 3 زائد 4 في 5، هل الكلام ده هيتعرض 35؟ ما معناه ان ال 3 هتتجمع على ال 4 ب 7 وتتضرب في 5 ب 35؟ ولا معناه ان الثلاثه ان الاربعه تتضرب الاول في الخمسه وبعد كده تضرب 3 فتطلع 23؟ البريسيدنس دوت بيقول ايه؟ ان الضرب والقسمه والمد بيتنفذ قبل الجمع والطرح. ده معناه ان احنا لما نشوف جمع وضرب
نضرب الاول وبعد كده نعمل بلس. فبريسيدنس دي جايه من الترتيب. خلاص كده؟ طيب افرض انت شفت حاجه بالمنظر ده، الاقواس دي 3 زائد 4 مضروب في 5. الاقواس البريسيدنس بتاعها اعلى من بقيه الاوبريتورز كلها. ده معناه ايه؟ نفذ اللي جوه الاقواس الاول وبعد كده نفذ اللي براه. فهنا الاقواس اعلى، فنروح ننفذ 3 زائد 4 اللي هو ب 7، بعد كده نضربها في 5 ب 35. خلاص؟ نفتكر القاعده تاني، الضرب والعلى والقسمه يتعملوا قبل الجمع والطرح. طيب افرض شفت سقاوة 120 على 4 في 5، هل الكلام ده يطلع 150؟ ما معناه ان احنا قسمنا ال 120 على 4 فبقت ب 30 وبعد كده ضربناه في 5 بقت 150؟ ولا الكلام ده معناه 120 على نضرب الاول 4 في 5 ب 20 وبعد كده نقسم على 120 فتبقى ب 6؟ هنا يظهر حاجه ثانيه اسمها اسوشيتيفيتي اللي احنا لسه عاملينها مع الايكوال. الاوبريتورز بتاعه الجمع الضرب والعلى اسف الضرب ومش دي مش ايكوال، الضرب والمود والعلى الاسوشيتيفيتي بتاعتها ليفت تو رايت. يعني ايه ليفت تو رايت؟ ليفت تو رايت يعني امشي من امشي من الشمال لليمين. خلاص؟ فاحنا هنا لما نيجي نشوف العلى والاسترك دول ليهم نفس البريسدنس يعني ايكوال مع بعض، فامشي من الشمال لليمين، يبقى نفذ القسم الاول وبعد كده نفذ الايه الضرب، فنقسم ال 120 على 4 في 5 فتطلع 150، هتبقى 30 في 5 بالفعل هتطلع الايه الموضوع ده. يبقى البريسدنس بتقول ايه هي الجروبس اللي مع بعضها اللي تتنفذ الاول. طب افرض معاك شويه اوبريتورز من نفس الجروب، هنا تظهر كونسبت الاسوشيتيفيتي. يبقى انت بتحتاج عشان تيفاليويت اكسبريشن محتاج خطوتين، البريسدنس تحدد ايه هي الجروبات، تجيب الجروب الاعلى في البريسدنس وتنفذه الاول. الاسوشيتيفيتي الجروب الواحد ننفذه شمال لليمين ولا يمين للشمال. طب هنعرف بقى ازاي الحاجات دي؟ السي بلس بلس عندها جروبس كتيره جدا بتقول لك ايه هو الجروب ويتنفذ ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت. في هنا اوبريتورز كتيره جدا احنا لسه ما شفناهاش، المفروض هتشوفها بمرور الوقت، فانا هوريك الحاجات اللي احنا شفناها. احنا شفنا البلس بلس والماينس ماينس، شفنا منها نوع بوست فيكس اللي هو بلس بلس سي، وشفنا منها نوع بريفكس. لو شفت البلس بلس بتتنفذ الاول، خلاص؟ يبقى معنى كده ايه؟ لو شفت اكسبريشن ولقيت فيه بوست فيكس بلس بلس او ماينس ماينس، دي اول حاجه تعمل لها ايفالويشن في الاكسبريشن. طب اللي بعد كده البلس بلس والماينس ماينس البريفكس، والبلس والماينس اليونري. فاكر لما شفنا الماينس 7؟ فلما تشوف ماينس 7 تيجي. طب افرض في اكسبريشن فيه مثلا البلس بلس البوست فيكس وفي الماينس اليونري، اعمل ايه؟ البلس بلس من انهي جروب؟ 2، وده من انهي جروب؟ 3. نفذ الجروب 2 قبل الجروب 3. برضو هنا مع كل جروب موجود، هل الجروب ده بيتنفذ ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت؟ عشان لو لقيت مثلا بلس بلس وماينس ماينس معاهم اقواس، دول كلهم نفس الجروب، نفذهم ليفت تو رايت ساعتها. طيب ايه تاني عندنا؟ الضرب والعلى والقسمه، دول في جروب. الضرب والقسمه والمودرس. طب والبلس والماينس، هنا تلاحظ ان الجروب بتاعهم قبل الجروب بتاع البلس والماينس. ده معناه ايه؟ لو شفت مثلا في ايكويشن مثلا ضرب وجمع وقسمه، يبقى تنفذ الضرب والقسمه الاول وبعد كده تنفذ الجمع. طب افرض الضرب كذا واحد ضرب مع نفسه، يبقى تنفذهم ليفت تو رايت زي ما هنا مكتوب ليفت ايه تو رايت. برضو احنا شفنا الايكوال وقلنا الايكوال رايت تو ليفت زي ما شفنا في الاساينمنت، والبلس ايكوال وماينس ايكوال والكلام ده كله اللي هو الشورت كاست دي كلها رايت تو ليفت. يعني انت مش بتيفالويت ده الاول، تروح تيفالويت الرايت كله، والرايت تجيب رايت تجيب رايت لحد ما ايه تخلص. ممكن طبعا وانت رايح رايت رايت تلاقي سب اكسبريشن محتاج تشتغل فيه ليفت تو رايت. لازم تاخد بالك من الحاجات دي. موضوع البريستنس يحتاج منك تمرين كتير جدا وتحفظ الجروبس علشان تعرف تشتغل. طيب تعالى نشوف شويه اكزامبلز. شفنا 20 ناقص 15 ناقص 3. هنا احنا ايه الاوبريتورز اللي عندنا؟ ناقص وناقص. ايه الجروبس بتاعتهم؟ دي ناقص وناقص كان في انهي جروب؟ ناقص في الجروب 6. طيب نفس الجروب، طب يبقى نفس، يبقى الاسشيفت بتاعتهم ايه؟ ليفت تو رايت. يبقى نيفالويت 20 ناقص 15 الاول اللي هو ب 5، بعد كده ناقص 3 ب 2. لو غلطت وطرحت ال 15 ناقص 3 الاول هتبوظ الدنيا. يبقى لازم ناخد بالنا من الاسشيفت. طب افرض شفنا ناقص 20 ناقص 15 ناقص 3، استنى بقى. الناقص دي يونري، دي من الجروب بتاع 3، والناقص دي والناقص دي بتوع الجروب 6. يبقى الاول تيفالويت ناقص 20، فبقى معاك ناقص 20 اهو، وبعد كده تطرح ناقص 20 ناقص 15، بعد كده تطرح ناقص 3. طيب افرض شفت
ناقص 6 زائد 3 في 4 على 2 زائد 2 ايفالويت ازاي؟ الناقص دي يونري ده اعلى جروب، وبعد كده القسمه والجمع ده اللي هو جروب الضرب والعلى ده اللي هو الجروب بتاع القسمه، والبلس دي اللي هو الجروب اللي هو جروب رقم 6 وده جروب رقم 5 وده الجروب بتاع رقم 3. يبقى اول حاجه ايفالويتها ناقص 6، بعد كده 3 في 4 على 2 دول ده سب اكسبريشن من نفس الليفل، هاخده ليفت تو رايت 3 في 4 ب 12 على 2 بايه؟ ب 6. كده بقى معايا ناقص 6 و6 بصفر و2 يبقى كله هيصفر. طيب افرض شفت 6 في 2 في 3 على 4 في 6 في 3 دول كله من نفس الجروب ايفالويت ليفت تو رايت، يعني اضرب ال 6 في 2 في الاول يطلع 12، اضرب 12 في 3 يطلع 36 وهكذا، من انت ماشي ليفت تو رايت. طيب شفت الكلام ده كله هتفرد له 18، شفت اكس بيساوي 10 وبعدين اكس بلس ايكوال الكلام ده كله، يبقى تروح تيفالويت الرايت الاول اللي هو ب 18 وتضيف عليه ال 10 فالمحصله تبقى 28. طيب ال A بيساوي ال A بيساوي A ال expression ده غلط، هو كانت A بيساوي 1 B بيساوي 1، وبعدين انا بقول لك A بلس 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 B، اوكي؟ expression for fun كده. طيب البلس بلس ده من جروب اللي هو تقريبا 2، والبلس بلس ده من جروب 3، والبلس ده اللي هو جروب 6، يبقى البي دي هتتيفالويت الاول فتتحول ل 2، والاي دي هتتيفالويت زي ما هي كده، البلس بلس دي هتتعمل بعدين في سكند ستيب، يبقى ليه هتفضل 1، وبعد كده 1 زائد 2 ب 3. خلي بالك بقى من حاجتين فيري كريتيكال. لو انا قلت دلوقتي 3 في 5 زائد 7 في 6، هنا ده سب، هنا عندنا شويه الحاجات دي في ليفل يبقى مع بعضها، ودول في ليفل مع بعضها، وده ليفل تاني. طيب ده ليفت تو رايت 3 في 5 في 15، ده 7 في 6 بس ايه؟ السؤال دلوقتي احنا متاكدين ان الضرب ده هيتعمل الاول وده بعد كده هيتعمل وهتجمعوا على ده. السؤال مين هيتضرب الاول؟ هل ال 3 في 5 ولا 7 في 6؟ الاجابه الله اعلم. ما نعرفش. يبقى لما يكون عندك جروبس من نفس الليفل بس مفيش اوبرانز يعني كومن ما بينهم ولا حاجه، احنا ما نقدرش نقول الترتيب بتاعهم عامل ازاي، ده جروب كده مع نفسه من نفس الليفل وده جروب مع نفسه، ما نعرفش الترتيب، فدي معلومه نحطها في اعتبارنا. المعلومه الثانيه، لو معاك حاجه زي انتجر اي بيساوي 1 وبقول لك اعرض اي بلس اي بلس بلس، او بقول لك اعرض اي وبعد كده بلس بلس اي، الانسر بتاعت الاثنين دول اندفايند، ممكن تبقى الحته دي مجموعه باثنين او بثلاثه. ليه؟ الاوبرانز اكسس ما نعرفوش، السي بلس بلس ما تقولهولناش، بمعنى احنا ما نعرفش هل هو هنا هيخش على الاي دي فيعرض واحد وبعد كده يخش هنا يعرض اثنين، ولا يخش هنا الاول فيعرض فيخلي دي باثنين وبعدين لما يعني يخلي دي باثنين وتبقى دي اثنين، فالترتيب ما نعرفوش، فخلي بالك ماشي. طب ليه ده مهم مثلا في حاجه زي كده؟ يقول لك دايما لو الاوبريتور بتاعك بتلعب في قيمته وموجود في الاستيتمنت اكتر من مره او في الاكسبريشن اكتر من مره ما تعملش كده ابدا، فككه. يعني لو عندك بتاع بيعرض اي واي واي عادي خالص، لكن واحد بيعرض اي والتاني بيعدل في اي، انت ما تعرفش هو هيخش الاخيره الاول ولا الاولى الاول، فخلي بالك من حاجه زي كده. طيب الموضوع الثاني برضو موضوع مهم، موضوع الفاريبل سكوب. يعني ايه سكوب؟ سكوب يعني الفاريبل متشاف فين، خلاص. طب هو بيتشاف فين؟ طبعا لو عرفت فاريبل ما ينفعش تستخدمه في ايه، ما ينفعش تقول اكس بيساوي 1 وتعال تقول انتجر اكس بيساوي 1. فاول حاجه الفاريبل بتشاف فيها هو الديكليريشن بتاعه. تاني حاجه مع اول قفله بريس بالمنظر ده الفاريبل ما بيبقاش متشاف تاني، خلاص. طب لو استخدمناه اول بره السكوب ده هيجي لك كومبايل ايرور، ما تخافش، خلاص. وعود نفسك انك تعرف الفاريبل في المكان اللي انت محتاجه. تعالى نشوف مثال. هنا في حاجه اسمها اف 10 اكبر من 2، اف ده حاجه كونديشن هنشوفها بعدين. فالمهم انا يهمني هنا ان في بريس هنا وفي بريس هنا. الانتجر اكس 1 هنا بدات تعرفها هنا. طب فين اول قفله قوس لفتحه القوس بتاعتها؟ الاكس دي فتحه القوس اللي سبقتها فين؟ هنا. فين قفله القوس المشابهه لدي؟ هنا. يبقى الاكس بينتهي في المكان ده، خلي بالك ما اقصدش قفلتها اول قفله اللي هي دي. شوف الفتحه اللي قبلها فين؟ دي المقابله ليها. يبقى الاكس بينتهي هنا. لو استخدمت اكس بعد القفله دي هيحصل كومبايريشن ايرور. لما يكون في فتحه جواها فتحه ده بنسميه نستد سكوب، خلاص. انا هنا عرفت الواي، فين الفتحه اللي قبل الواي؟ اهي. فين القفله المقابله ليها؟ اهي. يبقى الواي متعرف بس في السطر ده لحد هنا. طب لو جيت استخدم الواي هنا
هيضرب مني، هيزعل، هيديني كومبايليشن ايرور. ليه؟ مش شايفه ده الواي ده كان محبوس في السكوب اللي جوه. خلاص. طيب افرض انت رحت زي ما انا قلت اهو، عرفت الواي جوه هنا، وجيت هنا قلت سي اوت واي، هيزعل منك، هيقول لك ايه سيمبل واي كودنت بي ريسولفد، انا ما اعرفوش، واي مش متعرف في السكوب ده، لانه فعلا كان متعرف في بريسس ثانيه خالص. طيب بص على الاكزامبل التريكي ده، انا قلت انتجر اي بيساوي 5 سي اوت اي، البريس بتاع اي ده اللي هو المين اللي هو هنا وهنا، فهو متشاف هنا. بعدين دخلت في بريس وقلت سي اوت اي، فالاي فوق كان ب5 وهنا اتعرض 5. بعدين عرفت تاني اي جديده ب7، فاول ما اتعرف اي جديده ب7 هو هيعتبرها ضمن السكوب ده. فين فتحتي اللي قبلها اهي، فين اللي بعدها اهي، يبقى الاي دي متعرفه من هنا لهنا. بلس بلس اي دي اللي احنا شفناها، هتخلي الاي دلوقتي بكام؟ ب8. سي اوت اي هتعرف ب8. لما نخرج من السكوب دوت الاي دي بتختفي، فلما نرجع نقول له سي اوت اي هيعرضها ب5 اللي هي كانت فوق. ده تريك سكوب، اوعى تكود حاجه بالمنظر ده. انا بس بعرفك ان لو في نستد سكوب شاف فيه نفس الفاريبل بينسى القديم لحد ما ترجع للسكوب اللي بره، بس الاسلوب ده اسلوب وحش جدا في الكود. اخيرا هنتكلم على الميموري شويه علشان نبقى عارفين شويه ايه اللي بيحصل في الرامات. لو انا بقول دلوقتي مثلا انتجر سام بيساوي 255، شورت ايدج مثلا بيساوي ماينس 1، دبل افرج بيساوي الكلام ده كله. خلاص. طبعا كمعلومه على الجنب كده، احنا شفنا المنظر ده اللي هو سلاش سلاش، وقلنا دوت عباره عن كومنت، يعني السطر ده الكومبايلر بيعتبر نفسه ما شافوش. في نوع تاني ان الكومنتنج ما شفناهوش قبل كده، اللي هو ان انا افتح سلاش استريك وافضل اعمل اكتب اللي انا عايزه وبعدين اكتب استريك سلاش. الاستريكس دي مش مهمه، دي بس يعني عشان الفيزيبيليتي. لو عملت سلاش استريك وتحت استريك سلاش وقعدت تكتب هنا اللي انت عايزه، هتلاحظ دي لون مختلف في الاكليبس. الكلام ده كله برده مش بيشوفه. يبقى في نوعين من الكومنتنج في سي بلس بلس، يا اما اعمل سلاش سلاش واكتب في سطر، ده بيسموه لاين كومنت، يا اما مالتي لاين كومنت. طب ايه المعلومه اللي انا عايز افكرك بيها؟ عايز افكرك ان ال 255 ده في الميموري عباره عن 8 وحايد، وبالتالي لما يتحط في 4 بايتس هيبقى 32 بت، هيبقى بالمنظر ده. ده معناه ان احنا بنتوقع ان الرام من جوه فيها حاجه بالمنظر ده. طيب والماينس 1، الماينس 1 دايما بيبقى كله وحايد، ففي الميموري بقى كله وحايد، دي الوحايد بتبقى اف اف كده، فلو هنحولها اكس هتبقى بالمنظر ده، والمنظر ده هيبقى بالمنظر ده. اول معلومه عايزك تعرفها انك لو عايز تعرف الادرس بتاع فاريبل في الميموري ازاي، بدل ما تقول له مثلا سي اوت سم بتعمل العلامه دي اسمها ريفرنس، تقول له سي اوت الريفرنس بتاع السم، فبيروح يجيب لك الادرس بتاع السم ايه. خلاص كده، يعني الكلام ده هيعرض لك المنظر ده، هيعرض لك شويه هكس ديسمالز كده، الهكس ديسمالز دي بتمثل الاماكن بتاعه الميموري بتاعتها. الاماكن دي مش بالضروره تكون ورا بعض، بس باحتمال كبير تكون ورا بعض. يعني كسناب شوت كده للفاريبلز دي، السم ده كان جواه القيمه بتاعه 255، فهتلاقي ان ال 8 بايتس دول 2 3 4 4 بايتس، اسف 4 هكس ديسمال، يعني دول ب 32 بت، فهتلاقيهم في الميموري بالمنظر ده 0000 اف اف. والايدج، الايدج كان شورت، والشورت 2 بايتس، فهتلاقيه عباره عن 2 اف و2 اف، والدبل 8 بايتس، فهتلاقي المنظر ده اللي بيعبر ايه عنه. فده النيم بتاع الفاريبل، ده التايب بتاعه، دي الفاليو بتاعته، الهكس بتاعه او المقابل ليه هيبقى باينري، وده الادرس في الميموري زي ما قلت لكم عليه. بدايته هنا هتبقى كل ايه ادرس اللي احنا لسه ايه ارضين. از براكتس كده، تخيل مثلا لو انا قلت لك ان الميموري بتاعتنا بالمنظر ده، خلاص بيتس بالمنظر ده، وقلت لك ان هما كونسيكتيف بيعبروا عن بول وانتجر وكاركتر، تعرف تقول لي الميموري دي بتعبر عن ايه؟ احنا عارفين ان البول 8 بيتس، والانتجر 32، والكاركتر 8. هات اول 8 دول وحولهم لانتجر، هتطلع القيمه 1، يبقى البوليان ده بترو. هات ال 32 دول حولهم لانتجر، طلعت الفاليو 6، يبقى الانتجر اللي بعد كده نوعه 6. هات ال 8 بعد كده بتوع الكاركتر حولهم لانتجر 65. 65 ده بيعبر عن الكاركتر بتاع ايه؟ هنعرف ده بعدين. بس ده كده اوفر فيو سريع. اخر معلومه عشان تبقى، لا في معلومتين ناقصين. اول حاجه لو انت عايز تعرف السايز بتاع الماشين تايب بتاعك بتاع الفاريبلز، عشان زي ما قلت في حاجات بتبقى داتا اندبندنت زي الكاركتر، في حاجه اسمها سايز اوف اوبريتور. لو قلت سايز اوف انتجر هيعرض لك 4 معناها 4 بايتس، سايز اوف لونج لونج هيعرض 8 معناها 8 بايتس. لو عايز تعرف الداتا تايبس السايز بتاعتها كام، دوس ايه
integer. الحاجة الأخيرة حاجة اسمها reference، ده اللي احنا كنا لسه شايفينه من شوية، اللي هو عملناه عشان address. ليه استخدام تاني ظريف، كلمة reference معناها another name for an already existing variable. يعني ايه؟ انت معاك variable معرفة، افرض حبيت تعمل variable تاني بيبص على نفس المكان في الرامات لكن باسم تاني، بتعمل ايه؟ بتعمل كالاتي: integer reference y مثلا x، كده الاكس والواي باصين على نفس المكان في الميموري، لو عرضت الاكس والواي هيعرض 10 و10، لو عدلت في الاكس هو 20 وعرضت الاثنين يبقوا 20 و20، لو عرضت الواي الاثنين هيتغيروا 30 و30، لو قلت مثلا اكس بيساوي 2 واي، الواي دي في الرام بكام؟ ب 30، 2 في 30 ب 6، اكس ب 60 والواي ب 60. لو جيت تقول له زد بيساوي اكس زائد 2، الزد دي حاجه ثانيه خالص، مجرد فاريبل جديد، يبقى الاكس والواي ب 60 لكن الزد بكام؟ ب 62. خلي بالك بقى من شويه ايه؟ من شويه اخطاء. اول حاجه مش هينفع تقول كده ريفرنس زد بيساوي اكس، عشان تاخد الين عشان تاخد ريفرنس لازم يحصل في الديكلاريشن. الحاجه الثانيه ان لازم لما تاخد الين يبص على حاجه، يعني ما ينفعش تقول انتجر ريفرنس دبليو سيمي كولون، لا لازم تنشاليزه بفاريبل معين. ما ينفعش تقول له انتجر ريفرنس دبليو بيساوي 10، لا لازم تبص على فاريبل موجود. ما ينفعش تقول له دبل ريفرنس بيساوي اكس، لازم النوعين يبقوا من نفس النوع، ده انتجر يبقى ده انتجر، ده دبل يبقى ده دبل، وهكذا. هتعرف استخداماتها للريفرنس اكتر لما نمشي لقدام. فور ناو هو مجرد تسميه لفاريبل موجود. السلام عليكم ورحمه الله.